الله يحفظك ان شاء الله. ومساهم برا. يا مرحبا ومسهلا. وش اعطيكم؟ وش اقول لكم؟ زين؟ انا ما زين البيت. انا بس اشهد لله انا طيبة. فهد! فهد! كيف؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. صكيت الباب. لا تقول تكفى وش العلم يا ولد. اللهم امين. ما عليك زود يا ابو سعد، ما عليك يا ابو عبيد، ما عليك زوج، عليك تسلم على كل حال. ارحب يا ابو غنى، ارحب ارحب، مرحبا ومسهلا. والله اللي مرحبا بكلكم. يا مرحبا يا ابو غنى. وش اعطيكم؟ وش يقول؟ الله الله. خلوني يا حب خشمه والمسكفوفه لو كان اشوف لو كان اشوفه من الجمعه الى الجمعه. وسلاماتكم. الله الله يا مرحبا. ابو غنى الله يستر عليك في الطياره رحله ايش اسمه اندونيسيا، جعلك ما تشوف شر. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا بكم. الله الله. سريلانكا. الله يستر عليه ان شاء الله. تروح وترجع بالسلامة ان شاء الله يا ابو غنى. انت الربع اللي معك. انا والله ما اعلم انكم رحت ولا اليوم، ما ادري الا باستغرامك، لكن الله يستر عليكم وتروحون ترجعون بالسلامة ان شاء الله. خي سرق عزبتك. ابشر والله بالعوض يا ابو عبيد. اقلط اقلط علي. مرحبا ومسهلا. بسام تبي تلبس اللبس اللي علي؟ يا من شاء يا من شاء من حلال حله يا اخوي. وراك مدرسه سعد الدوسري. الله يستر عليك. جعلك اي صف يا ابو محمد؟ والله اني ما ظنيت. الظاهر كلام لاحقين على طبخ العرب الاول يا ابو محمد. السلام بسام يا شريك. يا شريك اطلع من الحلقة يا شريك. هاي بسام قد شفت لكم واحد ياكل لكن ما له نفس كذا وده ياكل ويقول لا ماني محاسب، واخذ عليه الحساب ذاك اليوم يقول لا انا شريكك. ما في الحين في ذا الزمه ما عاد في شيء مجاني، ما عاد في كل شيء بفلوس. صح الله يا بسام. اسال الله يسعدكم ويوفقكم يا رب. وين ما رحت ان شاء الله باذن الله زيار زيار قطر. خوي قطر ان شاء الله، لان ان شاء الله زياره قريبه باذن الله باذن الله باذن الله الاسبوع ذا ان شاء الله الجاي او الثاني ان الله احيانا. وابشر بسعادتكم يا اهل قطر. ان شاء الله بنزور بعد الدول الثانيه كلها. الله انه يشرفنا. بسام يقول لنا اعمل نفسك ميت. الله يستر عليك ابو محمد ما تشوف شرنا في ذاك. الله يطول اعماركم جميع. الله يطول اعماركم. لا والله حساب المواطن
لا والله ما سجلت فيه، وش ذا؟ بسام يا شريك، وش الأغنية ذيك اللي في الهجران؟ صابني ما بغاني، يا لا يا لا له يا لا لا. إن شاء الله يا محلف، إن شاء الله نقدر نجيكم بإذن الله يا هالنجران. الله هنا يشرفنا، الله يجزاك طول أعماركم، والله يرحمه ويغفر له، يسكنه في سيف جناته إن شاء الله. طبعا بما أنكم عزيتوا في إعمار المشعلي، الله يغفر له. طبعا هذا أقسم بالله العظيم إني أنا شخصيا مفتخر، ماني بحزين، مفتخر في ذا الرجال. أنا حزين لعياله، لكن مفتخر أنه حامى عن دينه ووطنه، وفخر المشاعلة، وفخر القحطان، وفخر كل مواطن سعودي، هو وأمثاله. الله يغفر له ويجعله إن شاء الله من الشهداء، هم ومات المسلمين بإذن الله. اي حسبي على اللي رماني، صابني ما بغاني، من القمر رماه ولا بغاه. ها بس ايش اسمك؟ تموج السطور، انت غامري بسام، كنت مبهدلك بسام ذاك الحين يا مال القوم. انا ودي عاين التعليقات بس بلياق اللي هنا مسدسات الخضر يا ربع من عون من غدا. وش نساعدك فيه؟ الله يطول عمرك. ما عليكم زود، الله يطول عمركم، والله اللي ما عليكم زود. خلاص ما نقرا في الجو. اذكر الله يقول ما تعبت وانت ماسك الجوال. انا ماسك الجوال عشان الجمهور يستاهل والله. مو واضح الصوت؟ شكو مو واضح؟ وانتم من اهله، الله يبقيكم ويطول اعماركم، مرحبا. شلون مو واضح يا الربع؟ الصوت واضح. مساعد حماد، شنو هذا؟ شنو موجود؟ يا مرحبا باهل العراق، يا مرحبا ومسهلا. طيب مو واضح؟ اطول برج سكسكة بسام. شعب اللي اخواننا المسلمين حياهم الله، استغفر الله العظيم واتوب اليك. ممكن يا جماعة تستغفرون ذلحين؟ أشوف الكومنتات، أبي أشوف ذلحين الكومنتات ذي، أبي أشوف بدلها استغفار ونرجع للضحك. استغفر بس، استغفر الله العظيم واتوب اليك. قل ما أنت بخسران شيء. يا الربع اللي عنده كلام مهم وطاني يمكن ما انتبهت للكومنت فوق، غير اللي عنده كلام مهم يكتبه ثاني مرة عادي. الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير، جزاكم الله خير، الله يجعله في ميزان حسناتكم. الوردة هذا الحين أقدمها لك يا بسام. قد هي وردة غصب، أنت مشاركني حتى في ملابسي. اللهم امين، اللهم امين. طيب انا وين بلقى يا لا جا ويد
محبينا لرزاته لا تطري الودع. شير والله بسعد ما يبغى له حافظها لحبيب الطوارية. لا تطري الودع وتزيد الطعون ترني بوجه الله. لا تطري الودع ضاقت بي الوسع وهمتني الظنون عود علي بحيا ضاقت بالوسع. شو؟ والله ما ادري ايش تقول. اه ما نمستحي ضيفنا يوم يلفي عندنا محبوب غاليا عندنا وضيف له ميزانه مثل نشوى المطر لجاه ما يلي كثر خير المعازب تبع المجوب عادة الجود من ربعه ربعه ليا جدانه تكرم الضيف من عهد السلايلي مكيف ذا لعشرين سنة. يا للال للال يا للال للال قبوا على الطاقية هذا قبوا الله يجزاكم خير. طيب إن شاء الله بإذن الله تسمعوا إن شاء الله قريبا بإذن الله بإذن الله. شاب بالطيارة كيف أدق عليه؟ يقولون بالطيارة. نحشت إيش الله يرحم أمكم ما نحشت ولا شيء. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا. خل عيالك أنت قصيمي. والله ماني بقصيمي أنا قحطاني قحطاني. يا عبد الغني ربك إلى حب عبد أغنى هذا حممنا الذنوب وستر عيبه. ما عليكم زود الله يطول عماركم. والله اني اتشرف بهالعمان. اي والله هلا قصيمي خلاص ولا يهمك هلا قصيمي. طيب لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم امين. طيب انا استاذنكم يا جماعه والله اني بخلو لانه مني دايخ ووراي مستريحه بكره الصبح تمر خدمة ولا شيء. استأذنكم الله الذي لا تضيع ودايع. أمان الله وتوسع الخير نفداكم. ودعناكم الله ولا تنسون توضون صلوا ركعتين. أمان الله يا جماعة. الله يقاكم يسر عليكم إن شاء الله. وأنت من أهله وأنت من أهله نفداكم. الله يقاكم.